لجأت أسرة أميناتا إلى هذا المخيم بعد أن ضاقت بها سبل العيش في كيدال. طوارق المدينة عانوا الأمرين هناك، فقد تعرضوا لتهديدات بالقتل من مسلحي حركة تحرير أزواد وللاضطهاد بسبب بشرتهم الداكنة من قبل بعض السكان، إضافة إلى الرصاص المتبادل بين الجيش الفرنسي والمسلحي. كل هذا قوض سكون المدينة وفتح الطريق في اتجاه الضواحي. كنا نعيش بسلام في كيدال قبل مجيء مسلحي تحرير أزواد. لقد دمروا المدينة واغتصبوا نساء الطوارق، إنهم لا يفرقون بين البشرة السوداء والحمراء. 6 أطفال وزوج انقطعت أخباره عن الأسرة هو ما تبقى لهذه الأم العشرينية، تعيش بما توفر لديها لإطعام أطفالها، وفي ذاكرتها انطبعت صور قتل العشرات من الطوارق. إنهم يضعون مسوغات لأجل قتل الطوارق، كانوا يعتقدون أن الطوارق السود لا يستحقون العيش إلا عبيداً أو موتى. نحن الطوارق ملاحقون ولا أعلم لماذا غادرنا كيدال خوفاً من المزيد من الانتقام، ولا أعلم متى العودة. مع كل يوم جديد تعيش أميناتا على أمل العودة ولم شمل الأسرة. تخاف هذه الأسرة من أن يعرف الطريق إليها، فيتقول بأن المتربصين بالطوارق هنا كثر، لكن المعاناة التي قاستها في طريقها إلى الآن ربما لن تكون أقسى مما تعيشه الآن. اليوم خبر سعيد، فمنظمات من المجتمع المدني ستوزع الطعام على اللاجئين. ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها منظمات تابعة للأمم المتحدة بتخفيف المعاناة عن هؤلاء. نقوم بهذا العمل الإنساني بمساعدة عدد من الجمعيات، منها جمعيات تابعة للأمم المتحدة. بسبب الحرب نزح الكثير، حوالي 400 عائلة ستستفيد من الدعم ومن المواد الأساسية. تسارع المنظمات من أجل منع حدوث مجاعة في صفوف اللاجئين، ففي ظل استمرار الحرب وتهديد أمن السكان أكانوا طوارق أو عرب، ترتفع معدلات النزوح وتزداد درجة المعاناة. عبد الصمد جدي، سكاي نيوز عربية، سيفاري، شمالي مالي.